طبعا بالعربي راح تكون مو بالانجليزي. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أحب أن أقدم شكري للأخوة المنظمين على استضافتي اليوم، خصوصا الأخ عصام واصل. طبعا للأمانة العلمية الأخ عصام طلب مني مرات عديدة في الماضي أني أقدم كلمة لبرنامج الثقافي للأسرة، وأنا كنت أعتذر. فإذا كان هناك يعني قصور من هذا الجانب فالقصور من جانبي أنا، من طرفي أنا، وأحب أن أعتذر على ذلك. الموضوع اللي راح أتحدث عنه اليوم هو الذكاء الاصطناعي. يعني يمكن لاحظتوا في الآونة الأخيرة أن هناك زخم إعلامي هائل حول الذكاء الاصطناعي، حول النجاحات التي حققها هذا العلم. الموضوع اللي راح أتحدث عنه اليوم هو كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق هذه النجاحات. أصلاً ممكن أيضاً ما هو الذكاء الاصطناعي أصلاً، يعني قبل ما أتحدث عن نجاحاته وعن تطبيقاته. أيضاً ما هي التحديات اللي يواجهها هذا العلم؟ ما هو مستقبله؟ إلى أين يتجه هذا العلم؟ وإيش تبعاته على حياتنا اليومية؟ الذكاء الاصطناعي أيضاً هو علم بشكل عام يعنى بالتعلم من البيانات، وهو علم دقيق، علم رياضي لا يخضع للتخمين أو الحدث. فبالطبيعي أن هناك دروس ممكن إحنا نتعلمها أيضاً من الذكاء الاصطناعي حول طبيعة التعلم والمعرفة. متى ننجح في التعلم ومتى نفشل؟ وإيش مقومات النجاح والفشل في التعلم من البيانات؟ هذه أمور راح أتحدث عنها في الأخير يعني إذا سعفنا الوقت. طيب بس في البداية قبل ما أتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي، يمكن الأفضل أني أنا أعطي نبذة موجزة حول العلاقة التي تربطني أنا بهذا العلم. أنا ما دخلي بالذكاء الاصطناعي أصلا في الواقع. طبعا نقصر في مشكلة في الصوت، إذا ممكن الصدى بس. يعني لا الصدى إذا ممكن بس. طيب طيب نبدأ أكمل يعني ولا؟ طيب زي ما ذكرت أنا في البداية خلوني أتحدث عن العلاقة اللي تربطني أنا بهذا العلم، ما علاقتي أنا بالذكاء الاصطناعي أصلا. طبعا هناك علاقتين تربطني بهذا المجال. العلاقة الأولى هي علاقة مهنية. أنا الآن أعمل كرئيس لوحدة تحليل البيانات المتطورة في شركة أرامكو السعودية. فريقي في العمل هو مسؤول عن تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي للشركة. هذا يشمل تطبيقات اللي هي ما يسمى بالتعلم الآلة أو ماشين ليرنينج، تحليل البيانات أو اللي هي داتا أناليتكس، وأيضا تحليل اللغات، معالجة اللغات اللي هي ناتشرال لانجويج بروسيسنج، التحسين الرياضي اللي هي الماثيماتيكال أوبتمايزيشن وغيرها. هذه التطبيقات اللي احنا نقوم بتطويرها في أرامكو السعودية هي جزء من برنامج يسمى برنامج التحول الرقمي أو الديجيتال ترانسفورميشن بروجرام في شركة، هو برنامج طموح جدا وكبير في شركة أرامكو السعودية. يمكن لاحظتوا وشاهدتوا بعضكم شاهد النشرة اللي صدرت قبل حوالي شهر في شركة أرامكو السعودية حول هذا البرنامج وحول طموحه. البرنامج هذا طبعا تحت اهتمام إدارة الشركة، وفريقه في العمل هو مسؤول عن حوالي 25% من هذا البرنامج، فهي مسؤولية كبيرة يعني على الفريق. هذه من ناحية أولى اللي هي من الناحية المهنية. الناحية الثانية اللي تربطني بهذا العلم هي علاقة أكاديمية. أنا حينما قمت بدراسة ماجستير في عام 2011 والدكتوراه في عام 2017، كان تركيزي في المرحلتين حول علمين. الأول اللي هو هندسة الاتصالات، والثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي. طبعا البعض يمكن يتساءل يقول وش دخل الذكاء الاصطناعي بهندسة الاتصالات أصلا، يعني يمكن علمين منفصلين تماما. لكن في الواقع هناك علاقة تربطهم الاثنين. العلاقة هي المعلومة أو نظرية المعلومة، الانفورميشن ثيوري. حين نتحدث عن هندسة الاتصالات نتحدث عن نقل المعلومة من طرف إلى طرف آخر. السؤال هو كيف تتمكن من نقل المعلومة؟ ما هي المعلومة أصلا حتى نتحدث عن نقل المعلومة؟ هذه الاتصالات من جهة. الذكاء الاصطناعي يعنى بالتعلم من المعلومة. فهناك علاقة تربط بين العلمين. والحمد لله يعني أنا نشرت حوالي 15 ورقة بحث، معظمها في الذكاء الاصطناعي وأيضا في هندسة الاتصالات. في عام 2016 حس على جائزة أفضل مدققة مراجع في مؤتمر المشين ليرن اللي هو النيوروبس، اللي هو أهم مؤتمر في تعلم الآلة في العالم. أيضا من عام 2018 أنا تم ترشيحي كعضو منظم للمؤتمرات في الذكاء الاصطناعي، يعني أحدها اللي هو الانترناشنال جوينت كونفرنس اون AI، اللي هو المؤتمر الدولي المشترك للذكاء الاصطناعي. هذا يعد أكبر محفل عالمي للذكاء الاصطناعي في العالم. أنا أحد الأعضاء المنظمين لذلك المؤتمر،
ايضا نيوربس اللي ذكرته من قبل اللي هو اهم مؤتمر لتعلم الاله، وهذه السنه راح يقام في فانكوفر في كندا، وفي غيرها ايضا مؤتمرات مثل دافسا اذا اللي يعرفها اي كلير وغيرها. ايضا انا احد الاعضاء اللي هم المدققين او المراجعين لبعض الدوريات في هذا المجال، مجال الذكاء الاصطناعي، ما راح اذكرها بالاسم. وهذه العام تم اختياري من قبل الاكاديميه الامريكيه للعلوم والهندسه والطب اللي هي الامريكان اكاديمي اوف ساينس انجينيرنج اند ميديسن، ان اكون رئيس مشارك كوتشير للمؤتمر الدولي للعلماء العرب والامريكيين اللي هو الارب امريكان فرونتيرز سيمبوزيوم. هذا مؤتمر دولي تشرف عليها هيئه الفضاء ناسا والاكاديميه الامريكيه للعلوم والهندسه والطب، وكل عام راح يكون فيها مشرفين رئيسين مشاركين، واحد يمثل العالم العربي اللي هو انا راح اكون هذا راح اقوم بهذا الدور هذا العام، وواحد يمثل اللي هو الولايات المتحده الامريكيه. هذه السنه المؤتمر راح يكون في القاهره في نوفمبر من هذا العام، وراح نركز في هذا المؤتمر على تاثير التقنيات الحديثه مثل انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، والذكاء الاصطناعي في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليوميه. طبعا هذه نبذه موجزه عن العلاقه اللي تربطني انا بالذكاء الاصطناعي. لا ما يحتاج توضيح. طيب محاور حديث اليوم راح تكون ستة محاور رئيسية. المحور الأول راح نتحدث عن ما هو الذكاء الاصطناعي. الشيء الثاني راح نتحدث عن تطبيقاته، ما هي تطبيقاته، أهم تطبيقاته في حياتنا اليومية. بعدين السؤال الثالث هو لماذا الآن؟ الذكاء الاصطناعي كعلم ابتدى قبل حوالي 70 سنة، من خمسينات القرن الماضي. سؤال وش اللي حصل مؤخرا حتى يكون لنجاح للذكاء الاصطناعي هذا النجاح اللي نسمعه في وسائل الاعلام؟ راح اتحدث عن هذا الامر. وبعدين راح اتحدث رابعا عن التحديات اللي يواجهها هذا العلم، زي ما راح اتحدث باسهاب لاحقا. اغلب التحديات اللي يواجهها هذا العلم هي في الواقع ليست تحديات تقنيه، هي تحديات اخلاقيه واجتماعيه. راح اتحدث عن هذا الموضوع. وبعدين راح نتحدث عن مستقبله، الى اين يتجه هذا العلم. طيب خلنا نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي ما هو الذكاء الاصطناعي. طبعا إذا سألت أي شخص ما هو الذكاء الاصطناعي، الفكرة العامة لدى الأشخاص أن الذكاء الاصطناعي هو علم يعنى بمحاكاة الذكاء البشري، العقل البشري. هذا هو التعريف اللي هو بشكل عام تعريف شائع، يمكن الكل يعني هذا الاعتقاد تجده منتشر كثير جدا عند الأشخاص، رغم أنه تفسير خاطئ، تعريف خاطئ للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو في الواقع علم يعنى بتحليل او بتعلم من البيانات ايا كانت تلك البيانات. طيب حتى انا اعطي حتى نتمكن يعني حتى نعرف قيمه الذكاء الاصطناعي لابد ان احنا نضعه في سياقه التاريخي. السياق التاريخي للذكاء الاصطناعي يمتد الى ما قبل حوالي 2500 سنه، راح اتحدث الان بشكل عام عن سياق التاريخ للذكاء الاصطناعي، وليش يعد هذا الذكاء امتداد طبيعي للقفزات العلميه والنقلات النوعيه التي حصلت في تاريخ البشريه في الماضي في خلال 2500 سنة الماضية. طيب طبعا في خلال 3000 سنة أو خلال 2500 سنة في مجالات الطب والعلوم والهندسة حدثت طبعا بطبيعة الحال حدث تطور كبير جدا، هذا مو موضوع نقاش. النقطة أن النقلات النوعية اللي هي ما يسمى بالبارادايم شيفتس اللي هي نقلات قفزات في طريقة التعامل مع العلوم، في طريقة الاكتشاف، في طريقة ابتكار الحلول الهندسية، هذه النقلات النوعية هي في الواقع محدودة، يمكن حصرها في 3 نقلات نوعية حصلت في التاريخ. يعد الذكاء الاصطناعي هو الرابع، هو يعد امتداد لهذه النقلات النوعية 3. النقلة النوعية الأولى اللي حصلت قبل حوالي 2500 سنة هي ابتكار اللي هو ما يسمى بالثيوريتيكال اناليسيس أو ابتكار المنهج التنظيري. هذه النقلة حصلت يعني تقريبا في مختلف أنحاء في جميع أنحاء العالم القديم، في الصين والهند واليونان وبالشرق الاوسط بشكل عام تقريبا في نفس الوقت. احنا ما ادرك الانسان ان العقل البشري قادر على معرفه قوانين الطبيعه. طبعا سابقا كان الانسان ينظر الى الطبيعه انها خارج مجال ادراك الانسان، لا نستطيع ان احنا نفهم قوانينها. لكن قبل حوالي 2500 سنه ادرك الانسان ان لا بالامكان معرفه قوانين الطبيعه، وان العقل له قيمه، له اهميه كبيره جدا في هذا المجال. هذا المنهج التنظيري. وطبعا في خلال هذه الفترة ظهرت بعض العلوم أهمها أبرزها اللي هو تطوير علم الرياضيات، حدث في نفس الوقت تقريبا في اليونان وفي الهند وفي الصين أيضا. طيب
طيب ليش تعد هذه المرحلة نقلة نوعية؟ لسببين. السبب الأول زي ما ذكرت أن الإنسان أدرك قيمة العقل في معرفة الحقيقة، هذه تعد نقلة نوعية بحد ذاتها. لكن النقطة الثانية أيضا أن الإنسان أدرك أن التفكير السليم، المنهج السليم في التفكير اللي هو ما يسمى بشكل عام يعني خلينا نسميها الحكمة، يمكن تدريسها، يمكن تعليمها للآخرين، لها قوانين ثابتة، قوانين واضحة، ويمكن تدريسها وتعليمها للآخرين. يعني في بعض المجتمعات، يمكن حتى الآن في مجتمعنا احنا، هناك فكرة عامة بين الحكمة، طريقة تحليل الأمور، طريقة يعني بعد النظر خلينا نسميها، هذه هبة لا يمكن تعليمها ولا يمكن تدريسها. لكنها في الواقع هي تفكير خاطئ. يعني من قبل حوالي 2500 سنة هذا الإنسان، لأن الحكمة طريقة التفكير لها قواعد واضحة ويمكن تدريسها وتعليمها. أرسطو على سبيل المثال استخدم، وضع قواعد اللي هو ما يسمى بالقياس اللي هو السيلوجيزم. هذا وضع يعني أوضح فيها أن المنطق الاستقراء له قواعد بسيطة ويمكن تدريسها وتعليمها للآخرين. هاي طبعا حدثت نقلة، تعد نقلة نوعية في ذلك. طبعا طلع منها علم الرياضيات اللي هو يعد أساس بقية العلوم. لكن المشكلة أن المنهج التنظيري له طبعا له مشاكله. إحدى تلك المشاكل اللي أدركها أول من أدركها اللي هو العالم المسلم اللي هو ابن الهيثم، ذكرها في كتابه البصائر، ذكر بأن العقل البشري قد يكون مضلل في كثير من الأحيان. ليش العقل البشري ممكن أن يكون مضلل؟ المثال اللي استشهد به ابن الهيثم هو ما يسمى المونولوجن أو الخداع البصر. يمكن الحين يمكن هاي ظاهرة موجودة إلى يعني إلى الآن، وتجد الكثير يعني من الأشخاص إذا شاهد القمر مقارب للأفق مستعد أنه يجزم بأن القمر يبدو أكبر كحجما كشكل ظاهري، يبدو أكبر مما لو كان القمر في منتصف السماء. هاي ظاهرة نشوفها طبعاً بشكل عام، يمكن متأكد أغلبكم لاحظها. الأطفال إذا شافوا القمر أول ما يبدأ في الظهور يقول لك شوف القمر إيش كبره. ابن الهيثم طبعاً كثير من العلماء استغربوا من هذه الظاهرة، يعني ليش القمر يبدو أكبر إذا كان مقارب للأفق؟ فوضعوا تفسيرات، قالوا تفسيرات ممكن في الطبيعة، يمكن اللي ما كانوا سابقاً يعرفوا بأن الأرض كروية يقول لك إن ممكن القمر يكون أقرب إلى الأرض إذا كان في الأفق. لكن هذا طبعاً تفسير خاطئ لأن الأرض كروية فما في شيء اسمه أفق أصلاً حتى يكون القمر أقرب إليه. ابن الهيثم وش اللي فعل؟ اللي فعل أنه سأل سؤال آخر، سؤال يعد يعني جذري أكثر وأكثر أهمية من سؤال لماذا القمر يبدو أكبر. السؤال اللي طرحه ابن الهيثم هو هل فعلاً أصلاً القمر يبدو أكبر الحجم أساساً قبل ما نبحث عن تفسير لهذه الظاهرة؟ هل هي أصلاً الظاهرة هذه حقيقية أم لا؟ فبتقدر تتأكد يعني بإمكانك أنك تقيس حجم القمر، يعني أبسط شيء أنك ممكن تمد يدك وتشوف يعني كم تقييم حجم القمر وتقارنه بحجم القمر إذا كان في المنتصف. واللي لاحظه ابن الهيثم أنه في الواقع نحن نتحدث عن نفس الحجم، القمر ما هو أكبر إذا كان في الأفق، بينما أغلب الأشخاص مستعدين أنهم يجزموا اليوم في يعني في بعض الإحصائيات اللي صارت إن تقريبا ضعف حجمه إذا كان في الأفق، بينما هذا أمر خاطئ. فابن الهيثم الآن واجه معضلة، إحنا نتحدث عن ظاهرة أغلب الأشخاص يعني مستعدين إنهم يجزموا بأنها واقعة حقيقة بينما هي ليست حقيقة. فالسؤال هو وش تفسير هذا الأمر؟ اللي أدركها ابن الهيثم إن هذه المونولوجن أو ظاهرة خداع القمر هي في الواقع ليست ظاهرة طبيعية، ليست ظاهرة في الطبيعة بحيث أني أنا أبحث عن قوانين فيزيائية تفسرها، هي في الواقع ظاهرة في العقل. وكانت هذه بداية يعني إدراك الأشخاص أن هناك في خداع مثل خداع البصرية اللي احنا اليوم نعرفها، سابقا ما كانت معروفة. لهذا كانت تعد هذه النقطة سببت يعني لخبطة عند كثير من العلماء. هذا أمر. طبعا السؤال الآن اللي يطرح نفسه هو طيب إذا كان العقل مضلل كيف نعرف قوانين الطبيعة؟ كيف نفهم الطبيعة من حولنا؟ إذا ما أتكل على العقل أتكل على إيش؟ اللي اقترحه ابن الهيثم هو في الواقع المنهج التجريبي، المنهج العلمي، المنهج التجريبي. اللي يقول بأنك أنت مو بس تأتي بنظريات أو تفسير ذهني تنظيري لظواهر معينة، لابد أنك أنت أيضا تبحث عن دليل، الدليل هذا يكون محايد خارج عن العقل، اللي هي معنى آخر التجربة أو الملاحظة اللي تدعم النظرية اللي أنت تقوم بها. هنا تخط أهمية المنهج التجريبي، لابد أنك تقوم بتجارب لتتأكد من النظريات اللي أنت تقوم بها. المنهج هذا المنهج التجريبي حدث نقلة كبيرة في أوروبا، هو الأساس اللي قامت عليه الثورة العلمية في أوروبا واللي طبعا أثرت على حياتنا اليومية.
طبعا التأثير كان جميل، كان كبير، مو بس في مواضيع الهندسة، ابتكار الحلول، بل أيضا في مفهومنا احنا للكون وموضوعنا من الكون. أحدث يعني نقلة كبيرة. أحد الأمثلة على ذلك اللي سواه غاليليو حينما ابتكر التلسكوب ونظر إلى السماء، شاف أحد الظواهر اللي لاحظها هو وجود أقمار لكوكب المشتري. يمكن هذه احنا بالنسبة لنا اليوم هذه من الشغلات البسيطة المسلمات، يعني شنو أقمار لكوكب، ما هي شيء ضخم، لكن في ذلك الوقت كانت هذه نقطة، يعني حدث ضخم جدا أثار حفيظة الكثير من الأشخاص. السبب أن أغلب الأشخاص في ذلك الوقت كانوا يؤمنون بأن الأرض هي مركز الكون، وأن جميع الأجرام السماوية تطوف حول الأرض. فإنك أنت تأتي وتقول بأن هناك أجرام اللي هي أقمار تطوف حول كوكب آخر، هاي سببت لخبطة وبلبلة عند الكثيرين. أيضا إحدى النقاط اللي لاحظها غاليليو، أنه لاحظ أن كوكب الزهرة له أوجه تشابه أوجه القمر، مع اختلاف بسيط جدا، أن كوكب الزهرة ليس له بدر، يعني يكون له هلال وله نصف بدر لكن ليس له بدر. يمكن هذه ملاحظة ثانوية عند الكثيرين، لكن بالنسبة لغاليليو انتبه أن التفسير الرياضي الوحيد لهذه الظاهرة هو أن كوكب الزهرة يطوف حول الشمس ما يطوف حول الأرض. وهذا أيضا دليل آخر أن هناك أجرام سماوية تطوف حول أجرام أخرى مو حول الأرض. أحد الطرائف اللي دائما تستشهد بها حول أهمية المنهج التجريبي، هذا مو أنا، أحد الطرائف اللي دائما يستشهد بها حول قيمة المنهج التجريبي هي شغلة لها دخل بأرسطو. أرسطو كان لأنه كان تلميذ الأفلاطون، أفلاطون كان من المؤمنين بالمنهج التنظيري، يؤمن بقيمة العقل، كان يستخف من قيمة التجربة والملاحظة، وأرسطو تأثر بذلك بالطبع. كان أرسطو في كتبه يأتي بملاحظات ويأتي بأفكار من دون أن يكلف نفسه عناء التجربة. أنا مرتاح. ساعة كان أحسن. إيه الحين أحسن. خلاص. خلا بعد أحسن. إيه اسمعوا ما تبى تسمعون ل. طيب. إيه طيب. قصر الصوت ولا. طيب. أنا زي ما ذكرت أرسطو. إيه كان إحنا ما يأتي بالأفكار، ما كان يكلف نفسه عناء التجربة، ما كان يبحث عن برهان لمثل تلك الأفكار. فأحد الأفكار اللي ذكرها في كتابه، كيف الصوت صار إيه كان إيه، فكانت إحدى النقاط اللي ذكرها في كتاب الحيوان مثلاً أرسطو هي أن المرأة لها عدد أقل من الأسنان مقارنة بالرجل. فهذه من الأمور اللي كان بإمكانه أن فقط يسأل زوجته أن تفتح فمها ويعد الأسنان، لكنه ما كان يعني يرى بأن هناك حاجة للتجربة. فهذا أحد الأمثلة الشهيرة اللي دائما يستشهد بها لقيمة التجربة، يعني لا تتكل كثيرا جدا على العقل، التجربة لها أهميتها ولها قيمتها. لكن أيضا التجربة لها حدودها. طبعا أنت في كثير من الأمور، كثير من الأحيان أنت لا تستطيع إجراء تجارب حتى تتأكد من صحة النظريات اللي تقوم بها. فسؤال كيف الحل؟ يعني مثلا أيضا أحد الأمثلة، نأخذ مثال في الفلك مرة أخرى اللي هو كوكب المشتري. كوكب المشتري ممكن تعرف أن هناك بقعة حمراء، هذه البقعة الحمراء في كوكب المشتري كان يعني علماء عرفوا بوجودها من قبل أكثر من 350 سنة. في القرن العشرين عرفوا حقيقة هذه البقعة الحمراء اللي هي عبارة عن إعصار. المشكلة أن حينما أدركوا بأن البقعة الحمراء عبارة عن إعصار، هذا سبب لخبطة أكثر، لأن النماذج الرياضية للطقس اللي كانت موجودة في ذلك الوقت غير قادرة على تفسير وجود إعصار مستمر. الإعصار المفترض أنه يكون ظاهرة مؤقتة transient، ما يكون ظاهرة مستمرة، ما يكون ظاهرة يعني ثابتة. فالحين هنا المشكلة مو بس أنك تريد أن تبحث عن تفسير لهذه الظاهرة، أنت تريد أيضا أنك تأتي بدليل تجربة تدعم هذا التفسير. ممكن أي شخص إذا أعطيته ظاهرة أنه يبحث لك عن أقرب تفسير يفسرها. هذا منهج خاطئ. أنت بحاجة مو بس إلى إيجاد تفسير، بل إلى إيجاد دليل محايد
يدعم ذلك التفسير. طيب هنا كيف أنا أجد آتي بدليل؟ أنا لا أستطيع أن أقوم بتجارب. الحل جاء مع الحوسبة اللي هو الكمبيوتيشنال ساينس. الفكرة هنا أنك تستطيع أنك تقوم بإجراء تجارب افتراضية في عالم افتراضي اللي هي مثل المحاكاة أو السيميوليشن للتأكد من صحة النظريات اللي تقوم بها. لكن طبعا هذه لها أيضا حدودها. أنت مثلا إذا أردت أنك أنت تعرف إذا أردت محاكاة مثلا معامل النفط أو معامل الغاز، أنت لابد أنك تعرف قوانين الفيزياء اللي تحكم تلك البيئة. في بعض الأمور أنا لا أعرف قوانين أصلا، قوانين الفيزياء التي تحكمها. هنا ندخل في مشكلة، كيف طيب أنا أقوم بالاكتشاف، أقوم بالابتكار حلول إذا ما كنت حتى أعرف قوانين البيئة التي تحكمها؟ هنا ندخل في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو كعلم يقوم بتحليل البيانات. أنت إذا أردت أن تجد حل لظاهرة معينة، كل ما عليك أن تقوم به هو أن تجمع عدد كافي من البيانات وبعدين تعطيها للآلة، والآلة راح تتعلم القوانين التي تحكم تلك البيانات. ولهذا يعد الذكاء الاصطناعي نقلة كبيرة جدا، يعني هو ما هو علم منفصل، هو في الواقع علم أثر على بقية العلوم. لهذا هو يعد نقلة نوعية، مو بس مجرد علم. طيب قبل ما أتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن هذه التطبيقات راح توضح لاحقا ما هو الذكاء الاصطناعي، بس خلنا فقط يعني خلنا نسترجع اللي ذكرته الآن. هناك أربع نقلات نوعية حصلت في التاريخ البشري. أول واحدة اللي هي المنهج التنظيري، هنا ما ذكر الإنسان أن العقل له قيمة، العقل قادر على معرفة قوانين البيئة، قوانين الطبيعة، لكن أيضا العقل مضلل، يعني لا حدود. الحل هو أنك الحل هو المنهج التجريبي، أنك أنت مو بس تنظر بل أيضا تأتي بتجربة أو ملاحظات مشاهدات خارجية تدعم هذه النظريات. لكن في كثير من الأحوال لا يمكن إجراء التجارب، هنا تدخل الحوسبة مثل المحاكاة اللي هي simulation. لكن أيضا الحوسبة لها حدود، أنا بحاجة إلى معرفة القوانين اللي تحكم البيئة اللي أنا أريد محاكاتها حوسبيا، هنا تدخل قيمة الذكاء الاصطناعي. كل ما عليك أن تقوم به هو تجميع البيانات. طيب أنا خلني أعطيك أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن راح توضح هذه الأمور اللي أنا ذكرتها للتو. طيب نبدأ بالعلوم. أنا ذكرت سابقا أن هناك طبعا عندنا علوم اللي هي محاولة معرفة الحقائق، وعندك الهندسة اللي هي محاولة ابتكار للحلول. خلينا نتحدث عن كيف ممكن لتحليل البيانات أنه يقود الإنسان إلى ابتكار أي إلى اكتشاف حقائق علمية من دون الحاجة إلى تنظير ومن دون الحاجة إلى إجراء تجارب جديدة. هذا المثال في الواقع ممكن أثر علينا، مأثر على بعضنا من دون أن احنا نعرف بأن هذا أصله كان في تحليل البيانات. المثال يعنى بما يسمى بالمضادات الوقائية. المضادات الوقائية اللي هي المضادات التي تصرف لتفادي حصول الالتهابات، مو تصرف بعد حصول الالتهابات لتفادي حصول الالتهابات. يعني مثلا قبل إجراء العملية الجراحية المضادات الوقائية تعطى للمريض قبل إجراء العملية لتفادي حصول التهابات بكتيرية. هذه الممارسة اليوم تعد ممارسة شائعة، ستاندرد يعني براكتس في الطب. لكن قبل حوالي 25 سنة هذه ما كانت الممارسة شائعة لسبب بسيط، ما كان هناك دليل يعني جازم يدعم مثل هذه الممارسات. والقصة يمكن اختصارها في هذا الرسم، الرسم اللي تشوفه هنا في اليسار. هذه هنا أنا عندي هنا هذه الأسطر هي عبارة عن تجارب أجريت لمحاولة فهم هل المضادات الوقائية هذه نافعة أم غير نافعة. كل تجربة اللي ابتدأت من عام 1965 هي باختصار تعطيك رقم اللي هي تشوفها يمكن هنا الدائرة السوداء. إذا كانت هذه الدائرة السوداء في النصف الأيسر هذا معناها أن المضادات الوقائية هذه التجربة ترجح أن المضادات الوقائية نافعة، ما في جزم لكنها ترجح. الخط المحيط بالدائرة يعطيك نسبة الخطأ يسموه الإيرور مارجن. إذا كان الخط بالكامل في اليسار هذا معناها أن الدليل قوي، أما إذا كان صار في تقاطع بين الخط هذا وبين المنتصف معناها أن الدليل ضعيف. لو تلاحظ هنا أن معظم التجارب ترجح أن المضادات الوقائية نافعة، لكن أغلبها يعني نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتوجد بعض التجارب اللي ترجح العكس. لهذا ما كان هناك دليل يعني دليل قوي جدا يدعم مثل هذه الممارسة. اللي حصلنا في التسعينات بعض العلماء فكروا وقالوا أنا بدل ما أجري تجارب جديدة من جديد وأحتاج أموال وأحتاج مختبرات وتحتاج دعم إلى آخره،
خلنا ننظر إلى البحوث التي نشرت من قبل ونقوم بتحليل مثل تلك البحوث. سووا شيء يسموه الميتا أناليسس. الميتا أناليسس اللي هو تحليل أوراق الأبحاث التي نشرت من قبل. حينما قاموا بذلك هذه النتيجة اللي توصلوا لها، شافوا أن نعم المضادات الوقائية هي نافعة في الواقع، ونسبة الخطر في ذلك يعني شبه منعدمة. ومن هنا بدأ صارت المضادات الوقائية شائعة في أثناء إجراء العمليات الجراحية. إحنا نتحدث هنا عن تقريبا عن اكتشاف علمي حصل من دون مختبرات، من دون تجارب، من دون تنظير، فقط بواسطة تحليل البيانات. هذا مجرد مثال. طبعا اللي حصل إنه من بعد مثل هذه الدراسات اللي حصلت في التسعينات صار هناك اهتمام كبير بمثل هذا الميتا أناليسس، صارت له قفزة كبيرة جدا في العلوم. يعني عام 1990 على سبيل المثال نشرت حوالي 500 ورقة بحث باستخدام هذه الميتا أناليسس تحليل البيانات. في عام 2010 عدد أوراق البحث فاق 35,000 ورقة بحث. تحدث عن قفزة من 500 إلى 35,000 ورقة بحث. وحين نتحدث عن أوراق أبحاث تنشر حقائق علمية جديدة من دون إجراء تجارب، من دون نظريات جديدة، فقط بواسطة تحليل البيانات. هذا في العلوم. خلنا نأخذ مثال آخر في الهندسة. يمكن هذا المثال أقرب إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي اللي يعني يكون موجود عند الكثيرين. اللي هو نأخذ مثال ما يسمى بالتصنيف، الكلاسيفيكيشن. التصنيف هو يعتبر يعني مثال نموذجي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تجده في تطبقه العديد من الشركات. يعني مثلاً شركات تقنيات المعلومات تستخدم التصنيف الكلاسيفيكيشن لتصنيف الإيميلات، البريد الإلكتروني إلى أقسام. هل هو بريد إلكتروني مثلاً دعائي سبام أو هو لا بريد إلكتروني عادي طبيعي؟ هل هو بريد إلكتروني ضار اللي يسمى الفيشنج إيميل أو لا إلى آخره؟ هذه عملية التصنيف. السؤال هو كيف تستطيع أنك أنت تقوم بها أصلاً؟ في السابق في التسعينات الطريقة اللي كانت تقوم بها الشركات هي طريقة بدائية جدا. يمكن بعضكم لاحظها. يذكر أول ما جت الإنترنت في السعودية في نهاية التسعينات كانت مشكلة السبامز مشكلة كبيرة جدا. يعني كثير يجينا إيميلات دعائية في الهوت ميل وفي الياهو وغيرها. في حوالي عام 2003 و 2004 تقريبا انتهت هذه المشكلة، اختفت. صار وش اللي حصل في عام 2003؟ اللي حصل إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لحل تلك المشكلة. طيب كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هاي الطريقة اللي يعملها، خلني أشرحها لكم بشكل يعني مختصر. النقطة الأولى، المهمة الأولى، أنت إذا أردت أنك تقوم بتطوير تطبيق للذكاء الاصطناعي، أنك أنت تأتي بكمية كافية من البيانات. هنا البيانات هي عبارة عن أمثلة لإيميلات تعد سبام أو تعد إيميلات دعائية، وإيميلات تعد إيميلات طبيعية عادية. فالهدف الأول، أهم نقطة، أول خطوة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنك تأتي بكمية كافية من الأمثلة. بعدين هذه الأمثلة تعطيها للآلة، راح أتحدث كيف تعمل هذه الآلة. الآلة بعدها تطور نموذج رياضي يسعى إلى التعلم كيف يفصل بين الإيميلات اللي هي تعاد إيميلات دعائية والإيميلات اللي هي تعاد إيميلات طبيعية غير دعائية. وقت ما تطور هذا النموذج الرياضي في المستقبل، إذا جاك إيميل جديد تقوم بتطبيق هذا النموذج الرياضي على الإيميل وتتنبأ بعدين هل هو الإيميل هذا الجديد هو إيميل ضار أم غير ضار، هل هو إيميل دعائي أم غير دعائي. هاي بشكل عام الطريقة اللي تستخدم. السؤال الحين كيف طيب الآلة تتعلم؟ أنا أعطيها أمثلة، أقول لها هذه إيميلات عبارة عن إعلانات تجارية وهذه الإيميلات لا ليست إعلانات تجارية، وأبغاك تتعلمي كيف تفصلي بين الإيميلات بين هذه الصنفين من الإيميلات. كيف تتعلم الآلة فعل ذلك؟ راح أشرح طريقة مبسطة. هذه الطريقة مو الطريقة المستخدمة اليوم. الطريقة المستخدمة اليوم أكثر يعني متطورة أكثر بكثير من هذه الطريقة اللي راح أشرحها، لكنها تعكس الفكرة العامة. الخطوة الأولى هي أنك تحاول أنك تحول الإيميل إلى أرقام، إلى متسلسلة من الأرقام. أفضل طريقة حق تسوي هالشيء أنك تأخذ قاموس، مثلا قاموس عربي أو قاموس إنجليزي، وتمشي في الكلمات واحدة يعني واحدة وراء واحدة في القاموس، وتشوف إذا الكلمة هذه موجودة في الإيميل أحط، إذا ما هي موجودة في الإيميل بحط صفر، إذا هي موجودة في الإيميل بحط واحد. طبعا القاموس فيه يمكن 50 إلى 100 ألف كلمة. أنت بهالطريقة إذا تحول الإيميل إلى حوالي 100 ألف رقم، كل رقم هو عبارة عن إما صفر أو واحد.
لكن النقطة إنك وقت ما تسوي هالشيء يعني وقت ما تسوي هالشيء يصبح الإيميل بالنسبة لك مجرد نقطة في المستوى اللي يمكن تذكره في الثانوية المستويات الإقليدية. إحنا نتحدث عندك مستوى إقليدي. اللهم إن هذا المستوى يحتوي على حوالي 100,000 بعد. لكنها في النهاية هي عبارة عن نقطة. الإيميل أنت حولته من كتابة إلى نقطة في هذا المستوى. مثل هذه النقاط اللي موجودة هنا. ووقت ما تسوي يعني وقت ما تسوي هالشيء النقطة الثانية إنك تسعى إلى إيجاد فاصل حاجز يفصل بين النقاط اللي هي تعد مثل في هذه الحالة إيميلات دعائية والإيميلات الغير دعائية. وأحياناً يكون عندك يمكن خانة ثالثة حق أنواع أخرى من الإيميلات. تسعى إلى الفصل بينها. وحين زي ما ذكر سابقاً هذا طبعاً طبيعة الحال يعد هذا النموذج الرياضي اللي يسمى مستوى هايبر بلين مستوى يفصل بين هذه النقاط. فإذا جاني إيميل في المستقبل أجري نفس العملية. أحول الإيميل إلى متسلسلة من الأرقام. بعدين أطبق عليه نفس الحاجز اللي أنا تعلمته من البيانات وأشوف هل هو في القسم اللي هي فيه قسم الإيميلات الضارة اللي هي الإيميلات الدعائية أو الإيميلات الطبيعية. في هذه الحالة أستطيع أن أتنبأ الإيميل هل هو سبام أو غير سبام. بس زي ما ذكرت هذه طريقة مبسطة جدا. الطريقة اللي تستخدم اليوم تعتبر أكثر يعني متطورة أكثر بكثير من هذه الطريقة. التطبيق الثاني للذكاء الاصطناعي اللي هو منتشر كثيرا جدا هي محركات التوصية اللي هي recommendation engines. هذه تعد أولى التطبيقات اللي حققت يعني عائد مالي كبير جدا للذكاء الاصطناعي. استخدمتها العديد من الشركات من ضمنها مثلا نتفليكس تستخدمها لتوصيات الأفلام والمسلسلات اللي أنت ممكن تستمتع بمشاهدتها. تستخدمها أمازون أيضا لتوصية الأغراض أو المشتريات اللي أنت ممكن تستفيد منها. تستخدمها جوجل أيضا في الدعايات. تستخدمها أيضا فيسبوك لتوصيات الأشخاص هذا الشخص ممكن أنك تعرفه إلى آخر. السؤال هو كيف تعمل هذه محركات التوصية. أيضا نتحدث عن تحليل البيانات. هذا فقط بأسلوب مبسط خلنا نبسط الأمور مرة أخرى. مو هذه الطريقة اللي تستخدم المحركات لكنها فقط أنا أحاول نبسطها حتى أشرح الفكرة العامة من كيف تعمل هذه المحركات. افترض بأنك أنت كشركة تملك يعني عندك 4 أغراض تسعى إلى بيعها. طيب وعندك افترض على سبيل أن عندك 5 زبائن فقط. كل زبون اشترى غرض معين أعطاك تصنيف أعطاك تقييم لذلك الغرض هل هو جيد أو سيء بالنسبة له يعطيك إما صح أو خطأ. وطبعا في الهدف الحين أنت عندك هذه التقييمات الهدف كشركة أنك تسعى إلى ملء الفراغات. إذا كان عندي فراغ أنا أرغب في معرفة هالفراغ هذا هل هذا الزبون راح يعجب بهذا الغرض أو لا. إذا عرفت بأنه راح يعجب بذلك الغرض الصوت مشكلة أنا أول أحس كان أحسن ولا طيب زي ما ذكرت الهدف هو انك انت تسعى الى ملء الفراغات. تبغى تعرف هذا الزبون هل راح يعجب بهذا الغرض او لا. واذا كنت تعلم بانه سوف يعجب بذلك الغرض تقوم بتوصية الغرض للزبون سواء كان كتاب او فيلم او مسلسل الى اخره. السؤال الحين هو كيف نعرف اذا لدينا مثل هذه البيانات. عندنا الان 5 زبائن وعندنا 4 مشتريات 4 اغراض وعندنا التصنيفات التقييم اللي وضعه الزبون لكل غرض. طبعا هناك خانات فاضية زي ما ذكرت سابقا. كيف نستطيع ان نستخدم هذه البيانات الموجودة الان للتنبؤ بتقييم هذا الزبون لهذا الغرض الموجود. الطريقة اللي بتستخدم يعني انا راح ابسطها هي انك انت بامكانك انك تنظر الى التشابه بين الزبائن. تقول والله هذا الزبون مشابه اللي هو اي مشابه للزبون سي لسبب بسيط ان في التقييمات اللي هي مشتركه بينهم هم متفقين.
فإذا استخدمت هذا كمثال راح أتنبأ بأن هذا الزبون لن يعجب بذا، راح يكون تقييمه لهذا الغرض سيء. السؤال الحين، طيب ليش هذا الزبون؟ ليش ما أخذ زبون آخر؟ بإمكانك تأخذ زبون آخر، تقول مثلاً لا بي أيضاً هذا الزبون مشابه اللي بي في الأمور المشتركة بينهم، لكن حتى بي لو نظرت إليه راح يشوف أنه استخدمته كمثال تتنبأ أيضاً بأن الزبون هذا ما راح يعجب بذلك الغرض. هذا بشكل مبسط. بإمكانك أنك تقوم بنفس الشيء للأغراض، تشوف التشابه بين الأغراض وتستخدمها للتنبؤ. أنا هنا أبسط الأمور. طبعاً الطريقة اللي تستخدم حالياً ما هي يعني ما يشوفوا التشابه بين الزبائن. في طرق في الرياضيات، في علم المصفوفات، يعني تذكر اللي هو الماتريكس ثيوري وعلم المصفوفات، استخدموا شغلة يسموها سينجلر فاليو ديكومبوزيشن الـ SVD. هاي تسعة أو اللو رانك أبروكسيميشن. هذه تقوم إنك تعطيها هذه المصفوفة من البيانات وتستخدمها لتعبئة تلك الفراغات. بس الفكرة هي مشابهة لما ذكرته، إنك أنت في الواقع تنظر إلى التشابه بين الزبائن أو تنظر إلى التشابه بين الأغراض. طبعا هنا نفس الشيء نتحدث عن تحليل البيانات. المثال الثالث هو اللي هو ترجمة أو speech to text recognition، ترجمة الصوت إلى حروف. يمكن تلاحظ تستخدم اليوم في سيري، في أبل، وتستخدم أيضا في أليكسا، في عند أمازون وغيرهم. السؤال كيف نستطيع من تحويل الصوت إلى حروف؟ إحنا طبعا كأفراد نقوم بها بشكل عفوي، يعني لما تحدث أنت تستمع إلى الحروف، لكن في الواقع العملية معقدة بعض الشيء. ليش؟ لأن الصوت هو عبارة عن موجات طولية. هذه الموجات الطولية أنت تتحدث عن ترددات، تتحدث عن سبيكترم. فكيف نحول هذه الموجات الطولية إلى حروف؟ الموضوع مو سهل. اللي يحصل الآن في كيف تقوم هذه الأجهزة بتحويل الأصوات إلى حروف، إنها تقوم بمثل ما ذكرت سابقا. أول شيء أنك تحول الأصوات إلى أرقام، وبعدين تطبق تقنيات اللي هي التصنيف، اللي هي الكلاسيفيكيشن اللي ذكرتها من قبل، وبعدين من وراها تستطيع أنك أنت تميز الحروف، تحول الأصوات إلى حروف. المثال الرابع اللي هو في الطب، التشخيص. طبعا أنا أعتقد شخصيا أن الطب راح يكون أحد أكثر المجالات اللي راح تتأثر بتطبيقات الذكاء الصناعي، لأنها بشكل عام يعني كمجال تستطيع أنك أنت تسوي له أوتوميشن، إنك أو تمه باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي. يعني أحد الأمثلة على ذلك هي ما اللي هي الأشعة، تحليل الصور، السيتي سكانز والإمارايز وغيرها. الآن الذكاء الصناعي تفوق على الأخصائيين في قراءة الصور، صور السيتي سكانز والإمارايز. يعني أحد الأمثلة على ذلك سوى مقامت به جامعة الإمبريال كوليج في لندن، طور برنامج الذكاء الصناعي قبل حوالي عام، يستطيع أنه يتنبأ بحصول الجلطة الدماغية قبل حصولها بأسابيع. وهذا أمر يعني تفوق فيه على الأخصائيين بواسطة قراءة السيتي سكانز للمخ. الأمر الآخر، المثال الآخر اللي هو ما يسمى في مرض اللي يسمى بالDR، المرض هذا اللي مرتبط بالسكري ويسبب العمى. أيضا هناك تطبيق هذا التخصص راح ينتهي في وقت قريب. النقطة المهمة هنا إن الذكاء الصناعي راح يجعل من الصحة، توفير الصحة العالية الجودة والرخيصة، أمر في متناول الجميع. أنت لو نظرنا إلى بعض الدول الفقيرة مثل في أفريقيا، طبعاً لا يوجد لديهم أخصائيين، الأخصائي التدريس، الأخصائي وإلى آخره، عملية مكلفة. لكن باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي راح تكون توفير العلاج العالي الجودة، راح تكون عملية رخيصة جدا. وهذه راح تغير بشكل كبير على حياتنا احنا كأشخاص. هذا مثال. المثال الثالث اللي هو السينثيتك لمبس، اللي هي الأعضاء، خلينا ندور على الترجمة، الأعضاء الصناعية. الأعضاء الصناعية هي أعضاء أنت تقوم بتركيبها و تستطيع أنك تتحكم بها بعقلك، بمخك. يعني بعض الأمثلة أنك تضع يد صناعية وتستطيع أنك تتحكم باليد.
تفتح يدك وتسكر يدك وتحركها فقط بالتفكير، يعني مو بدون استخدام اي جهاز حاسب آلي. يعني السؤال هو كيف 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 تمكن بعض الشركات مثل هذا الان كمجال منتشر في شركات كثيره في السويد واليابان متخصصه في هذا المجال. السؤال كيف تتمكن من قراءه عقل الانسان وايش اللي يرغب في عمله الانسان؟ يعني حطيت جهاز، حطيت يد صناعيه، كيف هذه كيف يمكن لليد الصناعيه انها تعلم ما هي رغبتك انت كفرد؟ انا ابغى افتح يدي، ابغى اقفل يدي. النقطه هي مره اخرى هي مشابهه للتصنيف اللي انا ذكرته من قبل الكلاسيفيكيشن. تقرا الموجات الدماغيه، هذا اول شيء، تحولها الى مجموعه من الارقام، وبعدين تقوم بتجميع عدد كبير من الامثله، تقول حق الاشخاص ابغاك ترغب في انك تفتح يدك ويحاول انه يفتح يده، وتقرا الموجات الدماغيه هذا كمثال، وبعدين تطلب من شخص اخر انه يقوم بنفس الشيء، تجمع عدد كبير من الامثله، وبعدين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمييز هذه الرغبه، رغبه في ان الشخص يبغى يفتح يده او يبغى يفتح او يبغى يرفع صبعه الى اخره. وهذه طبعا حققت نجاح، الان لا تزال في بدايتها، لكن هذا امر يعني امر حتمي راح تحصل في المستقبل القريب. اترككم مع هذا المشهد يعني حتى اللي يعكس هذا. طبعا هذا الشخص الان وضع يد صناعيه، والحين يستطيع ان يتحكم بها، يفتح يده ويقفل يده. هذه أحد الأمثلة. طبعاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيرة جداً، زي ما ذكرت أن إحنا ما نتحدث عن علم محدود، نتحدث عن علم يعد نقلة نوعية راح يؤثر على جميع العلوم الأخرى، معظم العلوم على الأقل. تطبيقاتها كثيرة في الصحة، في التأمين، في الصناعة، في التسويق، في النقل، في تقنية المعلومات، تطبيقاتها كثيرة. إحنا في أرامكو السعودية على سبيل المثال يعني عندنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقريباً في كل مجال، حتى في الموارد البشريه نستخدم الذكاء الاصطناعي في اختيار الاشخاص، في التوظيف تستخدم، في التنبؤ من الاشخاص اللي راح يقدموا استقالتهم قريبا، حتى انك انت تخطط كرئيس في العمل انك تاخذ حسبانك يعني تاخذ. فهذه في العديد من التطبيقات يعني في كل تقريبا في كل مجال، لكن ابرزها اليوم في الشركات يمكن خمسه، اولها اللي هي التعرف على الاوجه، هذه يمكن اليوم تراها في الاجهزه، في الاجهزه الحاسب الالي والجوالات وغيرها. هذا احد ابرز التطبيقات، تقريبا حوالي 12% من الشركات اليوم تطبقها. الكاستمر سيجمنتيشن او تصنيف الزبائن، هذا ايضا من اهم التطبيقات اللي تستخدمها الشركات. الفرود ديتكشن اللي هو التعرف على الاحتيال المالي، تقريبا ربع البنوك تستخدم هذه الاجهزه اليوم. ايضا التشات بوتس اللي هي روبوتات الدردشه اللي راح تساعد على الاستغناء عن الافراد اللي هم يعملوا في الدعم الفني، بدل ما اني اتحدث مع اشخاص يكون عندي روبوت استطيع اني اتحدث معه اساله ويجيب على هذا السؤال. هذا ايضا احد اكبر التطبيقات اللي تستخدم اليوم عند الشركات. ما اسمعك. اي جميع طبعا كلها تطبيقات الذكاء الصناعي تعتمد على، راح اتحدث عن هالنقطة، بتحدث عن هالنقطة بعدين اذا وصلنا للتحديات راح اتكلم عن هالموضوع. طيب احنا الحين زي ما ذكرت احنا الحين نعيش في عصر يعد نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عمره يعني كبداية ابتدى قبل حوالي 70 سنة في الخمسينات من القرن الماضي، لكن هذه الخمس سنوات او العشر سنوات اللي احنا الحين نعيشها تعد نقطة تحول كبيرة في الذكاء الاصطناعي. السبب هو لماذا؟ وايش اللي حصل في خلال العشر سنوات الماضية حتى يعني يكون هناك تحول كبير في الذكاء الاصطناعي؟ راح اتحدث عن هذه النقطة بشكل مختصر، لكن قبل ما اذكر الاسباب انا يعني دعيت بان هناك نقطة تحول، بنفس الوقت قلت لكم بان الذكاء الاصطناعي ابتدى قبل حوالي 70 سنة. طيب السؤال هو ليش انا اقول بان هناك نقطة تحول الان احنا الحين جالسين نعيشها نعاصرها الآن؟ راح أعطيك بعض الإحصاءات اللي تدعم هذه الفكرة، نحن الآن نعيش في نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي.
أولى هذه الإحصائيات أن الآن اليوم حوالي 37% من الشركات قامت بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. النقطة هنا مو في الرقم 37%، النقطة هنا كم كان الرقم قبل عام واحد فقط؟ كان 10%. نتحدث عن تقريبا عدد الشركات اللي قامت بتطبيق التطوير الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي قفزت 3 مرات في عام واحد فقط. هذه تعطيك انطباع حول ان احنا فعلا جالسين نعاصر لحظة تغيير حقيقي بخصوص مجال الذكاء الاصطناعي. النقطة الأخرى هي عدد الشركات الناشئة في أوروبا. الآن هناك حوالي 1500 شركة في أوروبا ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. هذا يمثل تقريبا 8% من الشركات في أوروبا، وهذا الرقم كبير جدا إذا ما أخذنا في الحسبان أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مجال واحد من مئات من المجالات، ف 8% تعد نسبة كبيرة جدا. أيضا إذا نظرنا إلى محركات البحث مثل جوجل وبينج، بتشوف أن مصطلحات مثل تعلم الآلة والماشين ليرنينج قفزت استخدامها بمحركات البحث حوالي 8 مرات في خلال 5 سنوات الماضية. وإذا نظرت أيضا إلى الوظائف المعروضة لدى الشركات قفزت حوالي 3 مرات في خلال 2 فقط، اللي هي الوظائف المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. أيضا إذا نظرنا إلى الأبحاث اللي تقدم إلى المؤتمرات، مثل هذا عدد الأبحاث اللي مقدمة إلى مؤتمر لنيوروبس اللي هو اللي تكلمت عنه من قبل في تعلم الآلة، تشوف إن عدد أوراق الأبحاث المقدمة إلى هذا المؤتمر جالسة تقفز يعني بشكل رهيب. هذا عام 2018 حوالي 3200 ورقة بحث. تونا قبل يعني اليوم هو آخر يوم تسليم الأوراق الأبحاث حق السنة هذه 2019. عدد الأبحاث اللي تسلمت إلى الآن أكثر من 8000 ورقة بحث. يعني تتحدث الآن هذا الرقم قفز إلى تقريبا هنا في خلال عام واحد فقط. هذا أيضا تعطيك انطباع أن احنا الآن نمر بمرحلة تغير حقيقي في هذا العلم في مجال الذكاء الاصطناعي. قبل أسابيع جائزة التورينج أورد اللي هي تعد جائزة نوبل في علم الكمبيوتر منحت هذا العام لثلاث باحثين في الذكاء الاصطناعي لأول مرة. هؤلاء الباحثين الثلاثة هم متخصصين في علم يسمى الديب ليرنينج، كل يعني أحد العلوم البارزة مؤخرا اللي حققت نقلة كبيرة جدا في الذكاء الاصطناعي. هذا الديب ليرنينج يعد جزء من تعلم الآلة المشين ليرنينج اللي هو جزء من الذكاء الاصطناعي. طيب سؤال، لماذا يعني حصل هذا التغير الكبير في هذا العلم مؤخرا؟ وش اللي حصل مؤخرا حتى يعني يتسنى للذكاء الاصطناعي انه يحقق نجاحات كبيره جدا؟ اولها هناك 4 اسباب رئيسيه، هناك ممكن اكثر لكن هناك 4 اسباب رئيسيه. السبب الاول هو ان احنا اليوم لدينا عدد كبير جدا من البيانات مع انتشار الانترنت، السوشيال ميديا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، الجوالات، انترنت الاشياء اللي هي السنسرز اللي منتشره. هذه كلها يعني سببت قفزات هائله في كميه البيانات المنتشره، والذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على على على, على البيانات. كل ما زادت كميه البيانات كل ما تحسن اداء الذكاء الاصطناعي. وفقا لبعض التقديرات حتى اعطيك ارقام، كميه البيانات اللي تنتج كل سنه قفزت حوالي 150,000% من عام 2007 إلى عام 2015، هذا وفقاً لأحد التقديرات. ويعني أحد الأمثلة على ذلك فيسبوك لوحدها عدد المشاركات اللي تحصل فيها الشيرز تتجاوز 10,000 مشاركة في الثانية الواحدة. يعني هذا يعطيك فقط يعني كمثال واحد بسيط على كمية البيانات اللي تنتجها شركة واحدة فقط. طبعاً هذا السبب الأول، كمية البيانات. السبب الثاني هو رخص أسعار تخزين البيانات، يعني أسعار الذاكرة هبطت يعني هبوط كبير جدا في خلال 20-30 سنة الماضية. يعني أخذنا فقط كمقارنة في عام 1980 كان سعر تخزين 1 جيجا بايت من البيانات كان يكلف تقريبا $100,000، اليوم يكلفك 10 سنت. تتحدث عن $100,000 إلى 10 سنت. فهاي طبعا سهل بشكل كبير جدا لدى الشركات أنها تقوم بتخزين البيانات اللي هي تعد الوقود الرئيسي للذكاء الاصطناعي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ان احنا عندنا الحين برامج افضل بكثير من السابق.
احدها زي ما ذكر سابقا اللي هو الديب ليرنينج اللي اخذوا عليه جائزه التورينج اوورد. لو اخذنا فقط كمثال اللي هي التعرف على الاوجه الفيس ريكوجنيشن في عام 2011 فقط كانت الفكره العامه الشائعه لدى الباحثين بان الاله لن تتمكن من التفوق على الانسان في التعرف على الاوجه. كنا ننظر اليها بان هذه العمليه معقده جدا والاله مستحيل انها تتفوق على الانسان. هذا كان في عام 2011. كارقام كانت في عام 2011 نسبه الخطا عند الاله في التعرف على الاوجه في الصور مثلا تتجاوز 25%. في المقابل الانسان نسبه الخطا لديه حوالي 5%. ليش 5%؟ لان احيانا اذا اعطيت الانسان صور مثل بعض الحيوانات ممكن يكون الصورة غير واضحة فالإنسان لا يميز هل هذه الصورة مثلا لكلب أو لقطة أحيانا يعني. فنسبة الخطأ بشكل عام تقريبا 5% لدى الإنسان مقارنة ب 27% لدى الآلة. هذا كان في عام 2011. في عام 2012 بواسطة الديب ليرنينج اللي تكلمت عنه هبطت نسبة الخطأ عند الآلة من 27% إلى 15%، وبعدين بدأت تهبط 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 في خلال 5 سنوات فقط. الحين احنا نتحدث عن نسبة الخطأ عند الآلة 2%. يعني الآلة الآن صارت أفضل من الإنسان في التعرف على الأوجه، في التعرف على الصور. لهذا الحين تشوفها تطبيقات التعرف على الأوجه أصبحت الآن منتشرة في كل شيء، في كل مجال، في الجوالات، في أجهزة الحاسب، في الكاميرات إلى آخره. هذا السبب الثالث. السبب الرابع أن الآن هناك تقنيات حديثة سهلت الكثير من التعامل مع البيانات. أحد هذه التقنيات أبرزها اللي هي يسمى بالهدوب إيكو سيستم. هذا سهل للمبرمجين أن يقوم بصناعة برامج ممكن أنك تقوم بتشغيلها في آلاف الأجهزة في وقت واحد. كان هذا الأمر في السابق يعد يعني أمر صعب جدا ومعقد. اليوم أصبح بواسطة التقنيات مثل الهدوب أصبح أمر سهل جدا. شخص بكالوريوس يعني يستطيع أن يقوم بهذا الأمر بسهولة. ما في السابق كانت جدا معقده. فاحنا عندنا البيانات، وفره في البيانات، اسعار التخزين الذاكره الستورج هبطت بشكل يعني كبير جدا. لدينا برامج او خوارزميات افضل بكثير، والتقنيات الان افضل بكثير من السابق. هذا كلهم كل هذه العوامل وغيرها ايضا كثير ساعدت في حصول هذه القفزه المعاصره للذكاء الاصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي لكن مثل بقيه العلوم لا ياتي خاليا من التحديات. في الواقع في نظريه شهيره في الذكاء الاصطناعي اسمها نوفري لانش ثيرم اللي تقول بان ما في غداء مجاني. الفكره ان الذكاء الاصطناعي كعلم طبعا يفتح لك مجالات جديده لكنه في نفس الوقت يفتح تحديات جديده. وحتى نستطيع ان احنا نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لابد ان احنا نجد حلول لمثل هذه التحديات. راح اذكر امثله على ذلك. اول هذه التحديات وابرزها من الناحيه التقنيه هي جوده البيانات اللي سال عنها قبل قليل. حتى اعطيك مثال على ذلك، في عام 2018 مجموعه من الجامعات في امريكا دخلت في منافسه حول من يستطيع أن يطور تطبيق الذكاء الصناعي قادر على التنبؤ بنتائج مباريات كأس العالم الفيفا 2018. احنا نتحدث عن جامعات كبار في أمريكا يتنافسوا على التنبؤ. اللي حصل أنهم استخدموا تقنيات متطورة جدا. في أحد التقنيات يسموها الانسامبل ليرنينج. الفكرة منها هي مثل ما احنا كأفراد نتعلم أكثر لو نظرنا إلى أخطاء الآخرين، مو بس أني أتعلم لوحدي، أنظر أيضا إلى أخطاء الآخرين. هاي التقنية نستخدمها أيضا في الذكاء الاصطناعي، نسميها الإنسان بالليرنينج، إنك تستخدم أكثر من آلة يتعلموا مو بس من البيانات، بل يتعلموا أيضا من أخطاء الآلات الأخرى، يشوفوا كيف الآلة هذه أخطأت بإيش، فأتعلم من خطأها. هاي تقنية متطورة جدا، استخدموها أيضا في هذه المنافسة. المشكلة أنهم كجامعات جميعهم فشلوا في التنبؤ بنتائج المباريات. وحينما نظروا إلى السبب في ذلك، وجدوا بأن السبب يعود إلى رداءة البيانات. البيانات كانت سيئة جدا، يعني هناك العديد من البيانات المفقودة، في بيانات متناقضة، في بعضها مفقودة، وفي بعضها متكررة إلى آخره. طبعا أنت كذكاء اصطناعي أنت تعتمد على جودة البيانات، إذا كانت البيانات سيئة فالنتائج راح تكون سيئة. لهذا هذا قضية تعد مشكلة كبيرة. أنا اليوم أقول من تجربة شخصية هذه تعد أكبر مشكلة تقنية نواجهها، يعني حتى في شركة أرامكو
هذه أكبر مشكلة تواجهنا اليوم في تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي، هي موضوع جودة البيانات. وفي الواقع هذا مو بس في أرامكو السعودية، في إحدى الإحصائيات اللي أجريت هذه تعد أكبر مشكلة وتواجهها الشركات، يعني مو أيضا خارج أرامكو. هذا من ناحية تقنية. تفضل إيمان. لا لا إيه، يعني إحنا هنا وفقا حسب الإحصائيات حوالي 50% من الشركات تعاني من مشكلة رداءة البيانات، يعني ترى بأن رداءة البيانات هي مشكلة تمنعها من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حوالي 50% لا 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 كلها ما فشلوا، ما حصلوا، ما استطاعوا انهم يقدموا برنامج يتنبأ بشكل جيد، يعني اشبه باللي هو التخمين العشوائي راندوم جيسي، يعني ما تمكنوا من تطوير اي شيء. دكتور ابراهيم معذرة، باقي عندك 3 دقائق ونسمع أسئلة الجمهور. 3 دقائق. طيب اوكي 3 دقائق ما بندينا، احنا بدأنا متأخرين. ايه في ميدان يسألوا مو مشكلة. ايه طيب خلاص عسل. طيب ان المشكلة الثانية مشكلة العدالة الفيرنس، كأحد الأمثلة على ذلك راح أذكر، عندي 3 أمثلة بس بذكر مثال واحد فقط يعني ما عندنا وقت. الأمازون استخدمت طورت برنامج الذكاء الاصطناعي ينظر إلى السير الذاتية للمتقدمين على الوظائف، الفكرة أنه يتعلم من البيانات السابقة اللي قامت أمازون بتوظيفهم في السابق وشافوا هل هم نجحوا في وظائفهم أو لا ويتعلم منها. اللي لاحظوا في بعدين فيما بعد أن البرنامج هذا صار يمارس، يعني صار محايد، يتحيز للذكور أكثر من الإناث، يرفض توظيف الإناث. السبب في ذلك أن البيانات أمازون كشركة في ذلك الوقت أغلب الموظفين لديهم هم من الذكور، بطبيعة الحال البرنامج الذكاء الصناعي راح يتعلم من البيانات الموجودة، يشوف أن جميع الأمثلة الناجحة في السابق هم للذكور، راح يكون متحيز ضد الإناث. حاولت أمازون أنها تحل هذه المشكلة ما استطاعت، في النهاية طفوا البرنامج. هذا أحد الأمثلة. وأنا أقول لك يعني شخصيا مشكلة الفيرنس في الذكاء الاصطناعي مشكلة كبيرة جدا، يعني الحين تعتبر موضع بحث نشط جدا، لكن لو إلى الحين ما لها حل، ما في حتى أمل، يعني ما نشوف بسيط أمل إن إحنا راح نتمكن من حل هذه المشكلة. النقطة الثانية اللي يسمى الموديل انتربريتيشن، اللي هي تفسير الذكاء الاصطناعي، تفسير التوصيات اللي يقوم بها برنامج الذكاء الاصطناعي. IBM على سبيل المثال طورت برنامج في الصحة يقدم ينصح بعلاج لمرضى السرطان، يقدم يعني مثلا توصيات. طبعا هو ينظر إلى البيانات السابقة، يشوف المرضى السابقين والعلاجات اللي صرفت لهم وهل نجحت تلك العلاجات إلى آخره، ويقوم بناء عليها يقوم بتوصيات. المشكلة سووا هذا البرنامج في عام 2013 واستخدموه في فلوريدا، في ولاية فلوريدا في أمريكا. المشكلة أن الأطباء رفضوا استخدام هذا البرنامج. ليش؟ لأن كبرنامج ذكاء الاصطناعي يقدم توصية لكن لا يفسر السبب اللي دفع البرنامج إلى تقديم تلك التوصية. كطبيب كان يرفض استخدام توصية برنامج، لا يفسر وش اللي دفعه إلى اتخاذ تلك التوصية. وهذه أيضا مشكلة نواجهها إحنا كأشخاص، واجهناها أيضا في أرامكو. أحيانا كثيرا أنت بحاجة إلى أنك تقدم تفسير، مو بس أنك تقدم الحل أو الجواب. التحدي الرابع هو اللي هي التطبيقات الإجرامية. طبعا الذكاء الاصطناعي يفتح مجالات للجميع، مو بس للتطبيقات الجيدة، أيضا للمجرمين التطبيقات الإجرامية. أحد الأمثلة على ذلك بعض الأشخاص طوروا برنامج يقوم بإلصاق الأوجه في أفلام إباحية، بحيث أنك أنت ما تستطيع، مستحيل أنك أنت تعرف بأن هذا الشخص ما هو اللي مثل في ذلك الفيلم. والطريقة اللي عملوها باستخدام الذكاء الاصطناعي. الأسوأ أن الآن من السهل بعد محاكاة الصوت، فأنت حين تخليها بالصوت والصورة، يعني مو بس بالصوت. هذه مشكلة كبيرة جدا. النقطة الأخرى اللي هي مثلا هذه يمكن الكابشة اللي هي لحشاتوها تستخدم للحماية من القرصنة، الآن صار من السهل اختراقها بواسطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهذا تحدي. التحدي الآخر اللي هي الخصوصية. في الصين أكبر شركة ذكاء الاصطناعي تسمى سينستايم، قيمتها الآن حوالي 2 مليار دولار. سينستايم أكبر زبون لديها هي الحكومة الصينية،
سبب أن الحكومة الصينية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواطنين. قاموا يعني استخدموا العديد من الكاميرات، قاموا بنشر العديد من الكاميرات المراقبة على المواطنين، واستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأوجه ومراقبة المواطنين. هذا تحدي كبير جدا، يعني خصوصية طبعا هذا راح يكون تحدي كبير في المستقبل. في الواقع الصين أعلنت إنها تعتزم في المستقبل إنها تعطي رقم سكور لكل مواطن لديها. هذا الرقم يمثل أنت يعني قيمتك كمواطن لديها. فكثير من الخدمات اللي راح تجيك في المستقبل من الحكومة تتأثر على قيمتك، على هذا التقييمك اللي وهذا التقييم يتأثر بسلوكك حتى في الشارع. إذا دخلت في مثلا في مشاجرة، الكاميرات راح تتعرف بأنك أنت الآن في مشاجرة مع شخص آخر، وتتعرف على وجهك وتخصم من النقاط اللي عندك. فهذه مشكلة يعني. التحدي الرابع، التحدي السادس مشكلته اللي هي في الحروب، المحافظة على الأرواح أثناء الحروب، هذا تحدي كبير. طبعا اليوم استخدام الطائرات اللي هي الأنماند فيكلز، اللي هي طائرات من دون طيار، سهلت من استهداف المدنيين. ما صار هناك الوازع يعني الضمير عند الإنسان إنه يستطيع إنه يقصف المدنيين من دون تأنيب ضمير. هذا رغم أن الطيارات من دون طيار طبعا اليوم يعني تم التحكم بهم يدويا لسه من قبل أشخاص. في المستقبل هذا التحكم اليدوي أصلا سيزول. الحين الأبحاث تقوم على إنتاج أجهزة اللي مثلا هذه اللي يسموها الأوتوماتيك جراوند فيكلز، راح تكون ذاتية القيادة وتستخدم في الحروب. يعني أنت تروحي وخلاص أنت تتصرف بطبيعة الحال. الآلة ما راح يكون عندها وازع يعني حتى أنها تتلافى. المحافظة على الأرواح، مو الأرواح اللي ما راح تكون بالنسبة لها مشكلة. فإحنا الحين صارت ليش المشكلة في التقنيات؟ التقنيات صارت الآن تستخدم للمحافظة على أرواح الجنود على حساب أرواح المواطنين. هذه مشكلة كبيرة بشكل عام، يعني مو بس بالذكاء الاصطناعي. طيب آخر تحدي اللي هو ما يسمى الفلتر بابل أو الفقاعة، ما أدري فلتر ترجمتها بالعربي. بس النقطة إيش؟ إن إحنا في حياتنا اليومية طبعًا هناك اختلافات. إحنا الاختلافات هذه حتمية. في المجتمعات سابقة أن الشخص يحتك بمختلف يعني أنواع مختلف الأطياف من البشر، وهذا شيء صحي، شيء healthy يعني للمجتمع. اللي حصل إنه بعد انتشار الإنترنت وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صار أصبح لدى الإنسان خيارات كبيرة جداً. أنا عندي أصحاب، مو شرط أني ألزم نفسي بالأصحاب اللي أشاهدهم بجواري في نفس المجتمع في نفس القرية. أنا أستطيع أن الآن أصاحب أشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يتفقون معي في رأيي. وطبيعة الحال الإنسان يسعى إلى مصاحبة الأشخاص اللي يتفقون معي في كل شيء. هذه المشكلة تسوي ما يسمى هذه الفقاعة، يعني تعطيك انطباع بأن العالم المحيط بك يتفق معك في كل شيء، رغم أن طبيعة الحال هناك اختلافات كبيرة جدا. لكنك أنت كشخص تصنع حولك فقاعة بحيث أنك تعزل نفسك من الآراء الأخرى. إيش دخل هذا؟ طيب ما دخل هذا بالذكاء الاصطناعي؟ المشكلة الذكاء الاصطناعي راح يجعل من الأمر يعني راح يفاقم الأمر سوء. الذكاء الاصطناعي الآن مع التوصيات يتعلم أنت ماذا تريد، راح يعطيك توصيات تؤيد ما تؤمن به. يمكن تلاحظتوا في الآونة الأخيرة، يمكن سمعتوا في الأخبار، انتشرت مجموعة تؤمن اليوم بأن الأرض مسطحة. هذه مجموعة منتشرة وجالسة تزداد. المشكلة إيش؟ إذا كنت أنت ترى بأن الأرض مسطحة، ولو تروح اليوتيوب وتبحث عن الأفلام اللي تتحدث أن الأرض مسطحة وتبين أنك أنت معجب بتلك الأفلام، اليوتيوب راح يتعلم أن هذه هي طبيعة الأفلام اللي أنت تبغى أنك تشاهدها. فراح يعطيك طلع لك أفلام جديدة ترى تدعم فكرة أن الأرض مسطحة، وتسوي لك مثل هذه البابل أو الفقاعة اللي راح توهمك بأن فعلا هناك أدلة قوية جدا على أن الأرض مسطحة. هذه مشكلة كبيرة. طيب ما هو، طب هاي تحديات، خمس دقائق بس. طيب هذه كانت عينة من التحديات اللي تواجه هذا العلم. طبعا لكي ينتشر علم الذكاء الصناعي لابد من إيجاد حلول لتلك التحديات. خلنا نتحدث الحين بشكل مختصر عن مستقبل الذكاء الصناعي، وإيش الأمور الآن اللي جالسة تحصل مؤخرا اللي راح تؤثر علينا بحياتنا اليومية. هذه راح I will skip it.
احدى ابرز الامور اللي راح يكون لها تاثير كبير جدا هي ما يسمى بشبكات الخصوم التوليديه اللي يسمى الجانز او الجينيراتيف ادفيرسيريال نتوركس. هذه الشبكات هذه راح يكون لها تاثير كبير جدا عليها. الفكره منها انك تكون لديك برنامج آلتين مو اله واحده. الاله الاولى تسعى الى انتاج امثله تحاكي الحقيقه، يعني مثلا انت تبغى امثله تحاكي الاوجه، اوجه البشر، هذه الاله تسعى الى انتاج اوجه جديده ما هم حقيقيين لكن مشابهين بشكل كبير لاوجه البشر. والاله الثانيه تسعى الى التمييز. فالحين هم يصيرون في خصام، الاولى تسعى الى خداع الثانيه والثانيه تسعى الى التمييز. اذا قمت بتدريب الالتين مع بعض طبيعة الحال هذه الآلة راح تحسن من أدائها بشكل كثير، الآلة اللي تقوم بإنتاج أمثلة تحاكي الواقع. وباستخدام هذه التقنية اللي هذه الجانز تمكنوا يعني من إنتاج أمثلة كبيرة جدا تحاكي الواقع، هي في الواقع ليست موجودة في الحقيقة. يعني أحد الأمثلة على ذلك الأوجه اللي تراها اليوم، هذه الأوجه اللي الحين موجودة في الصورة، هذه أوجه لأشخاص ليسوا حقيقيين ولا حتى يشابهوا أشخاص حقيقيين، هي أوجه انتجتها الآلة باستخدام هذه التقنية. هذا مثال. المثال الثاني باستخدام هذه التقنية، تقنية الجانز، بإمكان تعبئة الفراغات في الصور. تعطي صورة وفيها فراغ، باستخدام هذه التقنية بإمكان تعبئة الفراغات، بإمكان تحويل الكتابة إلى صورة. يعني مثل هذا المثال، أنت تكتب أبغى صورة، مثلا أريد صورة الوردة صفراء مثلا محاطة بأوراق خضراء، تكتبها كلام وتطلع الصورة. فهذا هذا 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 احد الامثله. ايضا في الفنون بامكانك انك تتدرب الاله على انتاج لوحات زيتيه جديده، لوحات فنيه. في الواقع قبل حوالي سنه قام احد الاشخاص ببيع لوحه انتجتها احدى الجانز بحوالي 400,000 دولار. اللوحه كانت تحاكي فان جوخ بدقه عاليه جدا، فتمكن من بيعها ب 400,000 دولار. فاحنا الحين هذه راح تطرح اسئله كثيره جدا، وش مفهوم الابتكار ومفهوم الابداع ومفهوم الفن؟ هذه راح تسبب يعني مشكله. ايضا المثال الاخر اللي في موضوع اللي يسموه التعليم المعزز، هي تستخدم في الروبوتات. اللي حصل مؤخرا انها تم دمجها مع علم اخر اللي هو الديب ليرنينج اللي تكلمت عنه، وحقق قفزات كبيره جدا. يعني هذا احد الامثله. صارت الآن الآلة تستطيع أن تقوم بأمور يعني كانت في الوقت السابق ننظر إليها أنها مستحيلة. هذه شركة في بوسطن في أمريكا. الأمر الآخر اللي طبعاً بطبيعة الحال في الذكاء الاصطناعي راح تكون هناك أوتمة كبيرة، أوتوميشن، راح بناء على الأوتمة هذه راح تكون هناك الكثير من الوظائف راح تنتهي، راح تختفي في المستقبل القريب. يعني هذا أحد الأمثلة. الآن في كافي شوبس في اليابان، في الكافي شوب في اليابان، هذا الكافي شوب ما فيه أي موظفين، هذا الكافي شوب ما فيه أي موظفين، روبوت يستقبلك يوديك إلى الطاولة ويأخذ منك الطلب، والآلة أيضا تسوي لك الطلب وبعدين أنت تدفع بالبطاقة وكل شيء بدون أي موظفين. هذا مثال الآن موجود في اليابان. طبعًا السيارات، موضوع قيادة السيارات هذه الحين أصبحت الآن يعني شبه موجودة متوفرة. ما راح يكون هناك يعني لن يكون هناك داعي لتوظيف قائد للسيارة، خلاص راح تقود السيارة نفسها بنفسها. هذه النقطة. الدعم الفني، روبوتات الدردشة، هذه الآن هذه النقطة أيضًا مهمة. راح يتم الاستغناء عن كثير من الموظفين الدعم الفني بسبب مثلًا تقنيات المعلومات، والاستعاضة عنهم بروبوتات الدردشة. في الاسمبلي لاينز او خطوط الانتاج ايضا راح يتم الاستغناء عن كثير من الموظفين الى اخره. وفقا لبعض الاحصائيات، يعني اقلها اكثرها تفاؤلا، خلينا نقول حوالي ثلث الوظائف راح تختفي في خلال 20 سنة بسبب الذكاء الاصطناعي. بعض الشركات مثل ماكنزي تتنبأ بان نصف الوظائف راح تختفي بسبب الذكاء الاصطناعي. لكن هذه مو ما ننظر اليها لانها نظرة سلبية عادة. طبعا هذا الشيء طبيعي انه حاصل حتى في الماضي. يعني في بداية القرن العشرين كان حوالي 98% من الموظفين في امريكا مثلا منشغلين في قطاع الزراعة لوحدها. 98% من الموظفين.
في تلك الفترة حصلت الثورة الزراعية الأجريكالتشرال ريفوليوشن اللي صاروا يستخدموا فيها الآلات والماكينات في الزراعة. طبعا كان هناك خوف كبير ان الآلة الآن راح تزيح كل هذه الوظائف. انت تتحدث عن 98% من الشعب يشتغلوا في الزراعة، وفعلا كان خوفهم في محله ان الآن حوالي 2% من المواطنين يشتغلوا في الزراعة من 98%. لكن في نفس الوقت حصل يعني قفزة هائلة في الإنتاج، حوالي 10 أضعاف في الإنتاج، فصار في وفرة في الإنتاج. هذه الوفرة في الإنتاج فتحت مجالات جديدة مثل الترفيه. سابقا الواحد ما عنده أموال، ما يستطيع إنه يصرف أموال في وسائل الترفيه مثل فنادق والسينما وغيرها، لكن بسبب الوفرة في الإنتاج فتحت مجالات جديدة. وأيضا هنا راح يكون نفس الشيء، راح يكون هناك وفرة في الإنتاج، راح تفتح فرص أخرى. لكن هذه نقطة مهمة، أن الشخص يضع في ذهن اليوم أن هناك الكثير من الوظائف راح تنتهي. فإذا يعني في التقديم الحين اللي عنده يبغى يقدم على الجامعات يحط في هذه يحط هالنقطة في ذهنه. طيب هذا آخر شيء، آخر شيء راح أتحدث، آخر هذا آخر هذا آخر واحد آخر شيء لا هذا آخر شيء خلاص. زي ما ذكرت، الذكاء الاصطناعي يعنى بالتعلم من البيانات، والذكاء الاصطناعي هو علم رياضي دقيق ما يخضع للحدس أو التخمين. فبطبيعة الحال يعني هناك دروس ممكن نحن نستفيد منها من الذكاء الاصطناعي حول التعلم بشكل عام. وإيش مقومات التعلم الناجح؟ وإيش الأسباب التي تؤدي إلى الفشل في التعلم؟ هذا موضوع طويل ما راح أتحدث عنه بالتفصيل، لكن راح أعطيكم رؤوس أقلام فقط لأبرز الدروس اللي ممكن نحن نستفيد منها. أولها أن أبرز قاعدة، أهم شيء أنك أنت ينبغي القيام به للتعلم، هو أنك أنت تأخذ بيانات. كل ما زادت كمية البيانات لديك كل ما تعلمت بشكل أفضل. إحنا اليوم يمكن لو حولنا ترجمتها إلى حياتنا إحنا اليومية، يعني نتحدث أنك إذا أنك تتعلم اقرأ سافر شاهد، يعني الطبيعة يعني ضع لا يعني لابد أنك تتضع في ذهنك إن الحصول على البيانات هي أسهل طريقة للتعلم. هذه نقطة مهمة جدا. الشيء الثاني إنك أنت لابد من الفصل بين البيانات وبين بين الفرضيات. لا تجعل من أفكارك، لا يعني لا تستخدم أفكارك لعزل بعض البيانات. مش من بعض البيانات اللي مثل الكتب اللي لا تتفق مع أفكارك تروح تمتنع عن قراءتها. هذه وصفة للفشل من ناحية التعلم، وأنا أتحدث هنا من ناحية رياضية صرف. النقطة الثالثة الاستقرار أو stability، هذه مهمة جدا. هذه في الواقع من ناحية رياضية بالإمكان سهل أنك تثبت أن الاستقرار مهم جدا في التعلم. بدون الاستقرار ما راح تتعلم. في حياتنا اليومية لو أردنا نحن نترجمها، لا تغير. المفترض أن الشخص ما يغير الكثير من أفكاره بناء على حوادث محدودة. لا تخلي من حادثة واحدة مثلا تغير من نظرتك للعالم ونظرتك للكون. هذه تصرف خاطئ جدا. بإمكانك أنك تثبت من ناحية رياضية أنه راح يقود إلى الفشل في التعلم. النقطة الرابعة اللي هي النو فري لانش اللي ذكرتها من قبل. الفكرة منها في حياتنا أنه لا توجد وسيلة واحدة للتعلم راح تكون ناجحة في جميع المجالات. فأنت لابد أنك أحيانا كثيرا لابد أنك تغير من أسلوبك في التعلم حسب البيئة، حسب العلم، حسب المجال. وهذه أيضا نقطة يمكن تثباتها رياضيا، يعني ما في طريقة للتعلم راح تكون ناجحة في جميع المجالات. والأخيرة اللي هي المعلومة قيمتها بقيمة المفاجأة اللي تحملها. إذا أردت أنك تبحث عن المعلومة تتعلم منها، قيمة المعلومة تكمن في قيمة المفاجأة اللي تحملها لك. إذا كانت المعلومة أنت تعلمها وما راح تحمل لك مفاجآت ليست لها قيمة كبيرة جدا. هذه النقطة المهمة. أشكرك يا خلاص يعني على هذه تفضل عقيل خلاص خلاص السلام عليكم. يعطيك العافية على المحاضرة جدا. سؤالين، هل أحد أهداف الذكاء الصناعي الوصول إلى آلة واعية ولا فقط الاستفادة من الداتا؟ وهل من الممكن أساساً أنه نصل إلى
ذكاء اصطناعي او آلة واعية، ولو وصلت هل هذا شيء خطير على البشر؟ طبعا. السؤال الثاني السؤال الثاني، هل ممكن استعمال الذكاء الصناعي في السياسة؟ يعني هل ممكن يكون عمدة يدير حزب سياسي، أم أن الداتا البشرية غير دقيقة مقارنة بالعلوم الرياضية؟ يعني هل يقدر يحكم مثلا مجتمع أو أنا جاوب على السؤال الأول من ناحية الوعي اللي هو يسمى consciousness. طبعا هذه يعد أحد أكبر الأسئلة الموجودة في العلم اللي هو ما يسمى بالgeneral artificial intelligence، الذكاء الصناعي العام اللي ينطبق على جميع المجالات. طبعا الآن هذا ما هو في الأفق. طبعا هناك فكرة تلاقيها في الإعلام يتوهموا بأن احنا لا أوشكنا على إنتاج روبوتات واعية، في الواقع احنا بعيدين عن هذا الموضوع نهائيا. لكن طبعا كسؤال، هذا سؤال يعد أحد أهم أكبر الأسئلة، ومو بس في الذكاء الاصطناعي، احنا نتكلم في حياتنا من ناحية فلسفية أصلا. مفهوم الوعي بحد ذاته يعني ما يعني صعب تفسيره من ناحية مادية، صعب تفسيره، هذا يعني الإجابة راح تكون صعبة. من ناحية السؤال الآخر، هل له تطبيقات في السياسة؟ نعم، الذكاء الاصطناعي يستخدم في السياسة. أحد الأمثلة مؤخرا اللي صارت في كامبريدج أناليتيكا، الشركة في بريطانيا، اللي قامت به تلك الشركة هي التنبؤ، شافت البيانات، اشترت البيانات من فيسبوك حول المشتركين في فيسبوك، اللي هم شافت وش المواقع اللي هم ينشروها، وش الكلمات اللي يكتبوها يعني في فيسبوك، ومن خلالها صارت تتنبأ وش الخبر الزائف، مو الخبر الحقيقي اللي لو وصل لهذا الشخص راح يؤثر على تصويته في الانتخابات فيصوت لترامب. كانت الهدف منها هي كان ترامب دفع لها فعليا حتى يقوم بهذا الأمر، وسوى فعلا ونجح. كان هذا أحد الأسباب اللي سببت اللي أثرت على الانتخابات في الولايات المتحدة. له تطبيقات في السياسة. أعطيك العافية دكتور. هنا هنا كويس. إن شاء الله تكمل حق نفس السؤال، يعني هل في فروقات ثانية تبعد الآلة والذكاء الاصطناعي عن الإنسان غير الوعي؟ أتمنى أن يكون الجواب يعني المشكلة. طيب غير الوعي ما أعتقد إنه هناك لا يوجد، ما أعتقد يوجد فرق يعني. بس عندي ثلاث أسئلة على العجل. طيب حتى اللي ما سمع السؤال، السؤال يسأل عن في الإمارات هناك وزارة للذكاء الاصطناعي، هناك اهتمام كبير في الإمارات حول هذا الموضوع. السؤال هل هناك شيء في السعودية حول الذكاء الاصطناعي؟ نعم، يعني الحين زي ما ذكرت في البداية برامج التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي يعد أبرز تقنية في برامج التحول الرقمي عند الشركات، وهذا مو بس في شركة أرامكو السعودية، يعد برنامج ضخم جدا وكبير في أرامكو، بس حتى الشركات الأخرى أيضا داخلة في التحول الرقمي، وحتى الحكومة نفسها في برنامج التحول الرقمي الوطني National Transformation Program. هناك أيضا هيئة اللي هي هيئة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ومسك اللي هي مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، تقوم أيضا بإجراء دورات عديدة جدا حول الذكاء الاصطناعي للطلاب. وحاليا مؤخرا توها قبل حوالي أسبوعين، مؤسسة اللي هي منشآت اللي هي جزء تابعة لوزارة التجارة والاستثمار، أنشأت مركز يسمى مركز ذكاء، وهذا المركز يسعى إلى تعليم الشركات الناشئة حول كيف تتمكن من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ففي حركة يعني حول هذا المجال. حياك الله يا دكتور. السلام عليكم، بارك الله فيك. الحقيقة إثراء معلومات جميلة جدا يعني، والوقت قصير وودنا يكون أطول من كذا يعني، بس يعني زين جمعنا احنا بهالوقت السريع هذا المعلومات دي. سؤالي هو هل الجامعات الآن يعني محليا ودوليا قاعدة يعني تربط بين الذكاء الصناعي والتخصصات اللي هي
قد يؤثر عليها الذكاء الصناعي في التخصصات مثل الطبية ولا السياسية ولا الهندسية؟ انت ذكرت في مجمل حديثك انه الاطراف الصناعية هذه والاجهزة التعويضية بدأوا يستعيد بالذكاء الصناعي، تقرأ الصور المرأة اكثر مما هو التخصص الطب ذي. اذا ما هي الجامعات تربط الطالب بالذكاء الصناعي، او مسؤولية الطالب الذي يدرس في الجامعات بان يقع الى الحصول على الذكاء الصناعي في بعض التخصصات؟ شكرا. طبعا كجامعات بدأت تغير من الكوريكولم اللي هو البرامج تأخذ موضوع الذكاء الصناعي في الحسبان. يعني مثلا الحين أغلب الجامعات فقط في خلال الثلاث سنوات الماضية أصبحت توفر تحليل البيانات الديتا ساينس كتخصص بحد ذاته. في السابق ما كان موجود كتخصص، كان يدرس تحت العلوم الكمبيوتر أو تحت الإحصاء الستاتستكس. الحين أصبح كتخصص بحد ذاته. في كثير من الجامعات أصبحت لديها قسم كامل متخصص بالذكاء الاصطناعي. MIT توها قبل شهرين أو قبل هذا الشهر أعلنت أن عندها كلية، راح تكون لديها كلية بالذكاء الاصطناعي. كارنيجي ميلون عندها ديبارتمنت كامل في الذكاء الاصطناعي. كاوس جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية ذكر الرئيس الجامعة بأن لديهم الآن خطط لإنشاء كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي. إيه جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية كاوس. ايضا حتى جامعه البترول عندهم نيه انهم راح يسووا تخصص في تحليل البيانات، بيكون تحت كليه الستاتستكس. وجامعه توها قبل فتره كلمونا جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل لجامعه الدمام، ايضا عندهم نيه انهم يسووا تخصص في البيزنس اناليتكس. لسه ما سووا تخصص تحت بروبوزل، يعني تحت لسه ما هو ماده الموافقه عليه، لكن لديهم نيه في هذا الموضوع. يعني بشكل عام حتى بالجامعات السعودية أنا أستطيع أن أقول لك، يعني احتكيت بالجامعة الأمير عبد العزيز سعود وجامعة الدمام، وكلهم لديهم الآن هذا التوجه نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ما سمعت؟ أنا أقول لك أن هذا يعني كتخصص أكثر تخصصات أنا نصيحتي زي ما ذكرت سابقا، الذكاء الاصطناعي أنت لا تنظر إليه كعلم منفصل. ما تقول أنا تخصصي أنا مثلا في المالية أو تخصصي في الصحة أو في الطب، فهذا مجال منفصل عني. لا، لأن الذكاء الاصطناعي راح يؤثر على تخصصك. هذا مو علم منفصل، هذا مجال راح يؤثر على بقية العلوم، بقية المجالات. فأنت نصيحتي أنك تقرأ حول هذا المجال وتشوف أنت وش تبعاته وش تأثيراته على مجالك أنت، على تخصصك. شكرا دكتور، بارك الله فيك. هل يوجد علاقة الآن بين الذكاء الصناعي وبين العقل اللاواعي في الإنسان؟ طيب أنا هل في ريليشن يعني اللاواعي؟ أنت تتكلم عن السب كونشس. نعم في علاقة، بس خلينا أعتقد أن يمكن نتحدث عنها، يمكن صعب أن أجيب عنها بشكل مختصر. خلينا أحاول، راح أحاول أن أجيبك بشكل مختصر. تذكر لما تكلمت عن المودل انتربريتيشن، هنرجع لها، اللي هي تفسير هنا، لما تكلمت عن IBM اللي هي تفسير النتائج التوصيات اللي يقوم بها برنامج الذكاء الاصطناعي، ذكرت بأنها شيء صعب جدا. صح؟ الفكره هي الامر مشابه بمنطقه اللاوعي. انت في يعني عقلك هناك في كثير من الامور انت عقلك يتعلمها وتصبح موجوده في ذهنك، لكنها ما تظهر، ما يحتاج انها تظهر الى منطقة الوعي اللي لديك، لكنها موجودة في ذهنك. في كثير من الامور اللي احنا ننظر اليها كحدث، نقول انا عندي حدث، ويستطيع ان تشوفه بالحدث انه يميز، لكن لا يستطيع ان يفسر ليش هو يعني يميز بين بعض الامور. هذه ايضا مشابهة للذكاء الاصطناعي في ذلك المجال. أنا ما أسمع الصوت، بس إذا ممكن لاحقاً أقدر أسمعك نتكلم عن الموضوع. تفضل. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. يلا
صار في نوع من كونفيوز بين بين ما وصل إليه العلم في الذكاء الصناعي في مجال الشعور وبين كونه تحدي. أنت طبعا ما طرحت هذا المجال في مجال الشعور، شنو هو وصل إليه العلم الحديث في مجال الذكاء الصناعي، ولكن ذكرت من التحديات أن الآلة ممكن تنفذ أوامر بناء على بيانات وبدون أن يحدث شعور، في حين في صفحات أخرى ذكرت بأنهم أنتجوا معلومات تأخذ من سلوك الإنسان أو النبضات العصبية لتنتج أوامر معينة مثل الذراع. قبل فترة شفت مقطع فيلمي أنتجوا فيه دمية صناعية يعلمونها الشعور، ما أدري يمكن شفتوه أو ما شفتوه هذه نعمة إي، فما أدري شلون توفق بين الأمرين. إذا بنتحدث عن حسين المسلم، طيب إذا بخصوص موضوع الشعور زي ما ذكرت، يعني الوعي اللي هو مرتبط بالشعور، هذه النقطة تعتبر معضلة علمية، يعني ما حد ما لا يوجد تفسير علمي لها. كذكاء صناعي كعلم يعني ما في أي خطر أو توجهات ممكن أن تقودنا إلى معرفة إلى إنتاج آلة تقوم فعلا بالشعور بالوعي. هذا من ناحية المثال اللي أنت ذكرته كدمية تقوم بمحاكاة المشاعر عند الإنسان، لكنها ما تمتلك تلك المشاعر. أنا بإمكاني أن أبرمج آلة تتعرف على ملامح وجهي، من ملامح وجهي وش مشاعري، أقول له مثلا هذه أنا أبتسم، أنا الآن حزين، أنا أبكي، وأعطيها أمثلة كثيرة تتعلم منها أن من ملامح وجهي وش هذا وش المشاعر اللي أنا، وتقوم هي بمحاكاتها، لكن هذا مو معناه أنها هي تشعر بتلك المشاعر. فهذه من ناحية، من ناحية اللي ذكرت أنا كتحدي هو تفسير التوصيات اللي يقدمها برامج الذكاء الصناعي. إذا جاك مثلا برنامج الذكاء الصناعي وقدم توصية من ناحية العلاج مثلا زي ما ذكرت حق IBM، احنا ما نعرف على أي أساس توصل إلى هذا العلاج. كل اللي نعرفه هي أسباب الصندوق الأسود، إن احنا إذا أعطينا هذه البيانات يعطيك هذه التوصية، لكن ماش اللي يصير داخل هذا الصندوق الأسود ما نعرف. في عدة أبحاث، يعني في هذا طبعا زي ما ذكرت هذا موضع بحث خصب يعني في المؤتمرات، هناك كثير من يعني من الأبحاث اللي تنشر في هذا المجال، لكن لسه يعني عاد مشكلة كبيرة جدا. بعض العلماء اللي هم مثلا اللي ذكرتهم اللي حازوا على جائزة التورينج اللي هي تعد جائزة نوبل في العلوم الحاسب، في الواقع هم ينظروا إلى أن هذه لا تعد مشكلة بالنسبة لهم، ما هي مهمة موضوع أنك أنت تفسر، لأن أيضاً عقل الإنسان لا نستطيع أن احنا نفسر ما يقوم به. أنا الآن أتعرف على الأوجه وأستطيع من ملامح الوجه يعني في بعض الأحيان أني أتعرف على مشاعره، لكني ما أستطيع أني أفسر، مو دائماً أستطيع أني أفسر كيف توصلت إلى ذلك الاستنتاج. في بعض الأحيان تكون واضحة من ابتسامته، لكن أحياناً أنت تستطيع أنك تستجس شيء، يعني يكون عندك تحس بأن مشاعر معينة لدى الشخص، لكنك من دون ما تكون قادر على تفسير. فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتذر يا أخوان، نخلي الدكتور يتواجد بعد الختام، اللي عنده سؤال شخصي. والله آخر مداخلتين بس سؤال أخير دكتور لو سمحت، سؤال رياضي إلى حد ما. ذكرت عن سوء البيانات، أحيانا هي نفس الآلة تعتمد على الأمثلة، والأمثلة تخرج من الواقع، فربما احنا ندخل أمثلة وهي من الواقع قد تكون سيئة، أنت صحيح. تقول أنها سيئة ستعطي نتائج سيئة، صحيح. ما هو السر في ذلك؟ هي أمثلة واقعية. هذه النقطة الثانية، هل هو يستخدم مثلا الآلات يبرمج فيها عن طريق ماركوف تشينز مثلا أو تايم تشينز؟ الجواب على السؤال الأول كلامك سليم. طيب احنا ناخذ أمثلة تحاكي الواقع، يعني من ناحية رياضية نسميها from the same probability distribution، نفس البيئة. المشكلة هنا مو في هذا، المشكلة انك انت هذه البيئة قد لا تسمح لك بالتعلم،
إذا كانت هناك سوء في البيانات، رداءة في البيانات، هذه الرداءة تؤدي إلى فقد المعلومات اللي تساعدك على التنبؤ على سبيل المثال، فما راح تستطيع أنك تتعلم منها. هذه هي المشكلة. إيه أنت ما تبغى أنك أنت تؤثر على البيئة. أنا ما أبغى مثلاً أن أصمم برنامج الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات عالية الجودة وبعدين في المستقبل إذا جيت بطبقة يجيني بيانات سيئة، هذا طبعاً ما راح ينجح كبرنامج الذكاء لأنك تغيرت البيئة. لكن الحالة المثالية أنك تكون البيئة بحد ذاتها البيانات فيها ذات جودة عالية. هذه النقطة الأولى. الجواب السؤال الثاني، إيه نعم في بعضهم مثل اللي ذكرته حقة السبيتش تو تكست ريكوجنيشن اللي تقوم بتحويل الأصوات إلى كلمات، هاي تستخدم الهيدن ماركوف مودلز. لكن في يعني الماركوف تشينز بشكل عام لها تطبيقات كثيره في الذكاء الاصطناعي. ايه تفضل. شكرا جزيلا، صراحه محاضره جدا مهمه. انا من خبرتي في مجال التعليم وكذا وجدت ان النظام التعليمي معنا ما يضمن التعلم اللي انت ذكرته، يعني انه قضية انه ملاحظات هي اساس العلم لا تعني الملاحظات انك ستصل الى، والدليل ان احنا 1000 سنة نظل نراقب ظاهرة نحكم بحكم فجأة يجي شخص يغير اتجاه، مو يغير اتجاه عامة الناس، يغير اتجاه علماء اصلا، يغير اتجاه البشر اساسا، اتجاه ظواهر كانت بسيطة ومعروفة. في التعليم شيء يسمون النظام المفتوح في التعليم، احنا عندنا النظام المغلق. وش معنى النظام المغلق؟ اللي ماشي على خطوات محددة. النظام المفتوح في التعليم هو اللي يضمن للمتعلم أن يضع لنفسه قواعد التعليمه، قواعده اللي وجدته من خبرة الآن في السعودية تطبق هذا النظام، ولكن الناس أو حتى المتميزين من الطلاب وأهاليهم والمدرسة يخافون من هذا، لأنه أساساً يضعهم أمام تحدي اللي قلت أنت مفاجئ، فعلا مفاجئ، ولكنه مفاجئ بشكل سلبي، أن النتائج ما قاعدة تؤدي تعليم اللي إحنا نطلبه ونستفيد من عنده. وهذا التحدي إحنا عشناه، يعني شفته مثلا لو رجعت إلى كتاب برتراند راسل اللي هو يتكلم حول صدق المعنى، مو دليل أنك وجدت ملاحظة أنك وصلت إلى نتيجة، تحتاج إلى تمحيص عالي جدا على مستوى اللغة والتواصل، اللي ذكرت موضوع شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا سلاح جدا مهم عندنا أدى إلى عزلنا بدل ما يؤدينا إلى التطور، إلى أن احنا نتعلم أكثر، أدى إلى التطرف اللي ذكرته في فقاعات، التحيز في موجود أيضا، التحزبات، ولكن بدل عنها أنه نحن نعيد التمحيص يعني من خلال اللغة. وأنت ما ذكرت أن الذكاء الاجتماعي أصلا راح يتناول بلغة، لأنه راح يحلل البيانات، راح يحولها إلى تعلم، يعني راح يستخدم شيء، طيب هو راح يتجاوز اللغة اللي احنا نستخدمها أساسا. فهذا من ضمن المداخلات اللي يعني هي مداخلة وسؤال، ما أدري يعني بالضبط. يمكن تعليقي عندي تعليق ما تفضلت به. طبعا هذا يرتبط بالموضوع اللي ذكرته في آخر سلايد، إن عشان تتعلم، عشان تنجح في التعلم لابد أنك تفصل بين البيانات وبين النتائج اللي أنت الفرضيات اللي هو ما تعلمته حتى الآن، لابد أنك تفصل بينه. وقت ما يكون في تداخل بين الأمرين، تستخدم فرضياتك حتى تؤثر على البيانات اللي أنت تستقبلها، ما راح تنجح في التعلم. يعني هنا هذه أعتقد ممكن النقطة المهمة في 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 موضوع التعلم اللي أنت ممكن ذكرته، يمكن هذه أهم نقطة أنت يعني ممكن توصلها للطالب، إن لابد إنه يفصل بين الأمرين، ما يشبك بينه. الله يحفظك. ما قصرتوا، تفضل سيد أبو حسن. أبو فاضل تفضل. أبو إبراهيم تفضل. طبعا سعادة الدكتور، احنا فخورين ان يكون في العالم الاسلامي عالم على مستوى عالمي مثلك، وطبعا احنا شكورين للجنة المنظمة ان عرفتنا على مثلك مع ما انت ابن عمي وانا ما ادري، والشكر موصول اليك لانك تواضعك ما منعك ان تذكر سلسلة من الانجازات العلمية العالمية. يعني
وأنت فقط مشاركتك في رئاسة هذه المؤتمرات يعني دلالة واضحة على أن عندنا في العالم الإسلامي من العلماء ما حقيقة مفخر الإنسانية. أنا كنت أتمنى لو أنت بالحوزة يمكن كانت كنت مستوى ملا صدر أسد المتألهين أو مستوى الطباطبائي يعني. وطبعا هذا السؤال تأخذ وياك بعدين تجاوب النية، هذا الذكاء الاصطناعي بما قلته شنو راح يأثر سلبا على مستوى الإيمان أو يأثر إيجابا؟ طبعا العلمانيين القاعدين هنا كلهم يقدرون راح يأثر سلبا يعني. فإحنا كلش فخورين مثلك، وأنا أجري في القارة بعض الأرقام العالمية يعني على مستوى العالم، مو على مستوى العالم الإسلامي ولا على مستوى السعودية، وأنا أتمنى لو نتعرف عليهم يعني. وإحنا عندنا الحساوية في التواضع غريب ترابية جدا يعني، هذا مفكر عالمي ورأس منتف جايني بدجداشة وشو ما أنا عارفه يعني، وابن عمي وابن منصور وفي مال الله، ويمكن له أشوفه بطريقة طقة وفي مال الله يعني. فشكرا جزيلا وبارك بيك، وإحنا فخورين بيك يعني، والعالم يعني كمسلم هم عالم مسلم فخورين بيك، والجماعة مقدمي لك فكرة.